أبو ظبي hareket edeceğiz. Birleşik Arap سنتوجه إلى Emirlikleri'nin son olarak başbakan أبوظبي olduğu مع dönemde الوفد المشارك. 2013 yılında ziyaret etmiştim. لي كانت الزيارة السابقة في عام 2013 وبعد ذلك كانت هناك زيارة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في نهاية العام الماضي والآن أنا والوفد المرافق لي سنقوم بزيارة من أجل توطيد العلاقات بين البلدين. Birleşik Arap Emirlikleri ile dostluğumuzun ve kardeşliğimizin yeni 50 yılına şekil verecek adımları هذه الخطوات ستشكل العلاقات الجديدة ما بين البلدين في بداية الخمسينية الجديدة لعلاقتنا حيث أننا نحتفل بهذه العلاقات المتينة بين البلدين وخصوصا في السنة الذكرى الخمسينية لتأسيس هذا البلاد ونحن نؤكد على أن العلاقات المشتركة بين البلدين الآن ستتطور أكثر وتتعمق أكثر وأكثر وبناء على ذلك أكدنا في المرحلة الماضية على أننا ضد أي هجمات إرهابية وقمنا بالتنديد بالهجمات الأخيرة التي استهدفت دبي وأبو ظبي واليوم سنتطرق إلى الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين وأيضا سنتطرق إلى القضايا ذات اهتمام البلدين بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة المستجدات الدولية.